بسم الله الرحمن الرحيم.
لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله وبرحمته. نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.
أجبت ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا نعم كلمة دي ولله لا إله إلا هو إيه وهو الله لا إله إلا هو كلمة دي كنا قصر كاي توصل ليس كاي وهو الله لا إله إلا هو كاي جا كاسم من جنبه كوي كوي يا زواني واتو خلاص ما ده سكاي أكان أكان سني ميت شيني سبب كاليكا أنكو كسني وكان كاي كسر الدنيا ولتستبين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الرجفة أي الزلزلة الشديدة أو الصيحة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله جنحوا أي مالوا للمسالمة والمصالحة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون السائحون أي الغزاة المجاهدون أو الصائمون جيد
وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون أي يسرعون إليه كأنهم يدفعون، وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد، الوسيد أي بفناء الكهف أو عتبة بابه. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أضغاث أحلام أي تخاليط أحلام رآها في نوم الله. وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت الوجوه، عنت أي ذلت وخضعت. سورة أنزلناها وفرضناها، ما معنى فرضناها؟ أي أوجبنا أحكامها عليكم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أي ييأسون. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير، النذير الرسول، الرسول جيد. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تمرحون أي تبطرون وتأشرون. جيد. مع السؤال الأخير، يقول الله تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. ما وجه الإفراد في قوله تعالى إنا رسول رب العالمين في هذه السورة الشعراء مع أنهما رسولان موسى وهارون كما جاء في سورة طه، وكل واحد من اللفظين المثنى والمفرد يراد به موسى وهارون، فما وجه الإفراد هنا؟ يعني بأن نبي الله موسى هو الأكبر وهو الأدنى من الرسل. إذن الرسول هنا يقول إلى موسى، خطأ، لأنه جاء قبله فأتيا. الدمير هذا يعود إلى من؟ فأتيا. الدمير ألف يعود إلى من؟ يعود إلى فرعون. لا لا، فأتيا فرعون، فأتيا فأتيا. أنت مع موسى؟ نعم. إلى هارون. إلى من؟ هارون. هارون فقط؟ ألف للإثنين، فأتيا فرعون. نعم، هارون وموسى. هارون وموسى. فقولا، فقولا، فقولا لمن؟ الألف، الألف لمن؟ أنتما لأنتما، إذا موسى وهارون. فإذا الرسول كيف يكون لموسى وحده؟ لا، مو باسمنا، ما يعني؟ إذا ما وجه الإفراد؟ هذا هو السؤال، لماذا جاء مفرد؟ لأنه مصدر. المصدر يجوز فيه يأتي بنفسه، يأتي للمذكر والمثنى والجمع والمفرد. هذا هو. بارك الله فيك.